مرحبا يا سايا البريد. خوخة، أنت تستعدين للعطلة كما أرى. يا لها من ريح خوية. أجل، لم يتبقى الكثير من الصيف، نستفيد من الشمس قدر المستطاع. أنا كدت أنسى، تحمل لي شيئاً اليوم؟ حسناً، 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 انظري ماذا عندي هنا. قد يكون فيها 6 دزينات من الحبوب المجففة، أو... طلبت هاتين الأسبوع الماضي. شكراً لك يا سايا البريد، إنهما من أجل الرحلة. عندما نصبح في منتجع خليج النسيم سيعرفون أننا وصلنا. أوه، أحسنتي. حسناً، رحلة موفقة آنسة خوخة. مرحباً يا سايا البريد. أيعقل أن أكون قد نسيت شيئاً؟ حسناً، نسيت هذا. إنه طرد خاص لك من مزرعة التفاح. ممتاز، شكراً لك. يمكنني الآن إنهاء تحضير الكعك بالتفاح. أترغب في كعكة؟ إنها لذيذة جداً. لا، لا يمكنني، فأنا أتبع حمية قاسية. حسناً، رحلة موفقة. أنا متحمسة جداً، وكأنني وصلت. لم ننطلق إلى هناك بعد، سوف نذهب في الغد. هذا كل ما أفكر فيه، كل ما أريده هو الرقص والرقص. أوه، أتحرك شوقاً للانتقال إلى القصر الزهري. ما رأيكما؟ يعجبني القصر. وأنا سأركب تلك الأمواج الزرقاء الجميلة والرائعة. وأنا سأستلقي تحت أشجار جوز الهند لأكتسب بعض السمرة. أما أنا فأرغب في الغناء. ما وراء النسيم رحلتنا نقيم معا إلى جزيرة الأحلام. نرقص نغني نلعب نمرح، مكان رائع يا سلام. غنينا معي فتيات نقضي معا أحلى الأوقات. هيا حركنا أقدامكم سيكون مسليا، وارفعنا معا أيديكن واصرخنا عاليا. حركنا أيديكن واقفزنا كطاب بأرجلكن. سنقضي معا أحلى الأوقات، أحلى الأوقات. لوح التزنج موجود، زعانف السباحة موجودة، أنبوب التنفس موجود، مرهم الحماية موجود، ثوب السباحة موجود، والمناشف موجودة، والمناشف الجديدة التي سنستخدمها في النهاية موجودة. أوه، عجبا برتقالة، أنت منظمة جدا. ها؟ أوه، أجل، أتحقق فقط من لائحة أغراض العطلة. أوه، انظري إليك، بدأت بالتوضيب وها أنا أنسى الكثير من الأغراض. حسناً، كما أقول دائماً، ليس هناك أفضل من التنظيم. أعني، ماذا لو وصلنا إلى منتجع خليج النسيم ونسينا أن نأخذ معنا شيئاً مهماً؟ أنت محقة. هل تحملين نسخة من لائحة الأغراض يمكنني أن أسعيرها منك؟ صدف أن أول شيء كتبته على اللائحة كان أن أقوم بنسخ لائحة لكل واحدة منكن. هذا تفضل، لائحة برتقالة رسمية لكل ما قد نحتاج إليه. أعددت لائحة باللوائح التي أعددتها. التنظيم هو مفتاح العطلة السعيدة، صحيح؟ حسناً، من الأفضل أن نبدأ التوضيب، فغداً يوم حافل. صحيح يا للأسرة. مستعدات للانطلاق؟ هل أعدتن تفقد اللائحة مجدداً؟ أجل، لا شيء لنفعله الآن سوى انتظار الحافلة. بحسب الجدول ستصل قريباً. الدقة، إنها مفتاح العطلة السعيدة. سأتمرن على الاستلقاء على الشاطئ، وأنا سأتمرن على حركة التزلج الجديدة وهي تدعى الغفوة. أسمع شيئاً قادماً. لا، لقد كانت الريح وحسب. أوه، هل وصلت؟ لا أظن.
أحدهم قادم. أدن، أنا آسف جداً. تأخرت هذه الرسالة بسبب الطقس السيء. لقد وصلت تواً. إنها من الفندق في خليج النسيم. نحن سعداء لاستقبالكم. العام المقبل؟ لا. نأسف لإعلامكم بأن المنتجع أغفل أبوابه بسبب عاصفة هوجاء هبت على خليج النسيم. لابد من أن هذه مزحة. انظري، هناك المزيد. هذه ليست مزحة. نحن آسفون. كنت متحمسة للذهاب إلى خليج النسيم. كدت أشعر بذلك الرمل الناعم بين أصابع رجلي. ربما يمكننا الذهاب إلى الجبل، لكن الطقس بارد في الأعلى. قد نجد منتجعات أخرى. طبعاً، أنا سأجري بحثاً عنها. أوه، فكرة رائعة. سنجد منتجعاً كمنتجع خليج النسيم. أخشى أن هذا لم ينجح. لقد كاد الصيف ينتهي. لا وقت أمامنا للتخطيط لشيء جديد. صحيح. لا وقت أمامنا. أجل. لن نبني قصوراً رملية على الرمل الناعم، ولن نركب الأمواج الزرقاء الجميلة، وأنا لن أكتسب سمرة تحت أشجار جوز الهند. محلاً، ولكن لما لا؟ لما لا؟ لأن الجزيرة كلها مقفلة. من قال إنه يجب علينا الذهاب إلى الجزيرة؟ ماذا سنفعل إذن؟ نحضر الجزيرة إلى هنا؟ هذا صحيح. أجل، لما لا؟ إذا لم نستطع الذهاب إليها، لما لا نحضر الجزيرة إلى هنا؟ أتدركين عما تتحدثين؟ نعم ولا؟ على الأرجح لا. مهلاً، سوف أريكن. سوف أبني نسخة مطابقة عن منتجع خليج النسيم مع الشاطئ والأشجار الخضراء وقصور الرمل. لكن أين؟ هنا تماماً، على ضفة بحيرة مدينة الفواكه. سنشعر وكأننا هناك، وسيكون المكان لنا، وسيمضي فيه كل من في المدينة عطلة جميلة. ويوماً ما قد نستقبل ضيوفاً كما لو كان منتجعاً حقيقياً. لا أعرف برتقالة، ألا تعتقدين أن الأمر مبالغ فيه؟ أجل، فأنا في الحقيقة أجده غير عملي بعض الشيء. لا بل أجده مستحيلاً. الأمر مبالغ فيه وغير عملي ومستحيل، ويكاد يكون خيالياً. لهذا أنا من سيحقق المشروع. لن يتطلب هذا إلا قليلاً من الجهد. عندما تشرق الشمس، أتعتقدنا فعلاً أنها ستنجح؟ أمامها كثير من العمل. قد يكون حلمها أكبر مما تتوقع. لا أريد وحسب أن يخيب ظنها. ربما هي قادرة على جعل الأمر حقيقة إذا نحن ساعدناها. ما رأيكن يا فتيات؟ أجل، أنت بنا لنفعل ذلك. لنبدأ العمل. يمكننا المساعدة؟ حسناً، هيا لنرى. أوه، طبعاً يمكنكن ذلك. ليمونة، سوف تساعدين بلوم بالأشجار. عنبية، فلتضعي كراسي هناك. خوخة، فراولة، نحتاج إلى رائحة طعام. عنبية، اعملي مع بيل على الرمل. كرزة، ابدأي بالتنظيف. اسحبوا! اسحبوا! الشحنة الأولى، ما زال أمامنا 1000 شحنة. هذا الرمل أقرب إلى الحمرة منه إلى الزهري. يشتهر خليج النسيم كثيراً بهذا النوع من الرمال. انظر هنا. ماذا لو حاولنا إضافة عصير الورد إليه؟ قد يجعله زهرياً أكثر. فكرة رائعة يا فراولة. يمكنك أنت. أوه لا. أوه لا لا لا، كرزة، ضعي الكراسي هنا تماماً. ليس سيئاً كما أظن. أجل، هذا هو رأيي. ليس سيئاً، لكنه ليس ممتازاً. يجب أن يبدو تماماً مثل فندق خليج النسيم، فهم يشتهرون كثيراً بقصور الرمل المطابقة. هيا انظري. لكن كيف سأتمكنوا؟ أعني، هذا ليس بمشكلة. عليك الآن هدم هذا القصر والبدء من الصفر. هذا بالفعل ممتاز. إنه الحجم المناسب لزراعة أشجار جوز الهند الجميلة. ولكن أين هي أشجار جوز الهند؟ ستصل قريباً، لأن العمال يبذلون جهدهم في نقل أشجار جوز الهند العملاقة تلك، كما أنهم يواجهون بعض المشاكل. كم يواجهون منها؟ الأشجار كبيرة بالنسبة إلينا، نحن صغار الحجم، لكن هذا قد يكون جيداً. بالاعتماد على ماذا؟
كم تريدين من الظل؟ أحضروا شجرة جوز هند، الشجرة الأصغر من فضلكم. لربما هذه كمية كبيرة من الظل. أوافقك الرأي، أحتاج إلى قليل من الوقت لأجعلها بالحجم المناسب. حسناً أعدوها، هيا إلى المشتل. والآن لنرى ما هو التالي. برتقالة، تعالي وانظري. طبعاً يا توتا. أين هو؟ إنه ظننت أنني لكنني فلنجرب الآن عصير الليمون. حسناً، هذا جميل جداً. لكن الرائحة كريهة للغاية. لا لا لا، هذا ليس المطلوب. يجب أن يكون الرمل تماماً مثل الرمل في خليج النسيم، وإلا لن يكون منتجع خليج النسيم أبداً. حسناً أيها الفريق، فلنجرب آلة الرياح. لا لا، بالكاد أشعر بهذا. أريد أن تكون الرياح حقيقية فعلاً. فلنحاول مجدداً وبينوا عن حماسة أكبر. وأخيراً، ممتاز. ستكون بخير؟ من الأفضل أن نتفقد حالها. برتقالة، نعرف كم بذلت من جهد. لقد بذلت قصارى جهدك، لكنه كان مشروعاً ضخماً جداً. ماذا قلتن؟ المنتجع؟ كل هذا العمل؟ ذهب سودان، أتذكرين؟ عرفت ما هي المشكلة، لم تكن خطتي الأولى محكمة أبداً، لذا قمت بتحميل بعض الخطط عن الإنترنت. يمكنني الآن الحصول على النسخة نفسها. طبعاً، سنضطر إلى بذل قصارى جهدنا لإنهاء المشروع. العمل الجماعي هو المفتاح. لاقينني لتحصلنا على المهمات الجديدة. لا يعقل أن تكون جادة أبداً. لا يمكننا بناء شيء كهذا، مستحيل. إنها تعد نفسها لخيبة أمل أخرى. سأذهب وأتحدث إليها. خطوة واحدة إضافية. برتقالة، مرحبا فراولة، يمكنك مساعدتي على حفر الأساسات للفندق الآن. ستخلط كرز الإسمنت وتهتم خوخ بالسمكرة، أما توتا فستركب النوافذ فيما تمد ليمون الأرضية، وأنا سأهتم بالسقف في حين تقوم عنبية. هاي، أين هي كرز وخوخ وتوتا وليمون وعنبية؟ لا وقت كثيرا أمامنا. إنهن لسنا قادمات. لما لا؟ ما الخطب؟ حسناً، أظن أنك تحملين التصاميم الخاطئة برتقالة. حقاً؟ لا. للوهلة الأولى خلت أنني ارتكبت خطأً أو شيئاً كهذا. لا، تلك هي التصاميم الصحيحة، التصاميم لبناء ذلك المنتجع. انظري، كل تفصيل في هذه الخريطة تحديداً نفس التفصيل كما في جزيرة النسيم. أترين؟ الشاطئ والفندق والكراسي والأشجار. لكن ماذا عن هذه؟ تلك لم تعد جيدة. بل أظنها كذلك. هيا انظري إليها وحسب، التفاصيل ليست دقيقة. أترين هذا الشاطئ؟ إنه صغير جدا. والكراسي؟ إنها في المكان الخطأ. ألا تظنين أن هذا هو التفصيل الأهم لدينا؟ أي تفصيل؟ هنا، هذا تماما. هؤلاء نحن نستمتع بوقتنا، نمضي معا عطلة رائعة. أليس هذا أكثر ما يهم؟ حسناً، ولكن ألن نستمتع أكثر على رمل زهري كهذا هنا؟ وتحت أشجار جوز هند كهذه؟ ما يجعلنا نستمتع هو تواجدنا معاً، هذا هو المهم. فعلاً، بعد التفكير في الأمر لم أكن ممتعة، أظنني كنت متسلطة.
لن نتوقف عن مساعدتك على تحقيق حلمك، لكن أتعلمين شيئاً؟ لسنا بحاجة إلى شاطئ كبير كهذا، ولسنا بحاجة إلى أشجار جوز الهند. ماذا لو بنينا مكان أحلامنا؟ لنا نحن وحسب فراولة. تبدو لي هذه فكرة ممتازة برتقالة. وماذا لو حاولت أيضاً الاستمتاع وأنا أبنيه؟ حسناً. والآن يا توتا، ابني ما تريدين من القصور الرملية، ولكن استمتعي في بنائها. أوه، لدي أفكار عديدة. هذا سيكون رائعاً. نبدأ العمل. زهرياً تماماً. لربما أشجار جوز الهند ليست مصطفة جيداً، لكن فطائر جوز الهند هذه لذيذة. من يحتاج إلى الذهاب إلى فندق خليج النسيم فيما لديه هذا المكان الرائع؟ قد لا يكون يشبه المكان الآخر، لكنه أجمل بكثير لأننا بنيناه معاً. برتقالة، هل لا تقصين الشريط؟ يسرني أن أفعل. يا صديقاتي، غداً ستبدأ عطلتنا. أهلاً بكنا جميعاً في منتجع الفواكه الخاص بنا. ما وراء النسيم رحلتنا نقيم، معاً إلى جزيرة الأحلام. نرقص نغني نلعب نمرح، مكان رائع يا سلام. غنينا معي فتيات، سنقضي معاً أحلى الأوقات. سنقضي معا أحلى الأوقات في الغابة، في الأدغال سنجول الكهوف، وفي المحيط سنطوف. غنينا معي فتيات، سنقضي معا أحلى الأوقات. هيا حركنا أقدامكن، سيكون مسليا، وارفعنا معا أيديكن، واصرخنا عاليا، حركنا أيديكن، واقفزنا بأرجلكن، سنقضي معا أحلى الأوقات، أحلى الأوقات. هذا المكان مدهش، صحيح؟ إنه مكان الأحلام برتقالة. مكان أحلامنا في مدينة الفواكه. هذا لأننا معاً يا فراولة، نحن صديقات، هذا هو المفتاح. هيا يا فتيات لنركب الأمواج. هيا.